مدينة آتية يعبرها نهر البطحة الموسمي من جهة الشرق إلى الجنوب الغربي. هذا الممر المائي يتدفق قادما من السودان ويمكث في آتية نحوه 4 أشهر في السنة، وإن مياه البطحة تمتاز بنوعية وجودة عالية في تطوير النباتات، لكن مع الأسف إن هذه المياه ليست مستغلة بشكل كاف من قبل سكان مدينة آتيا. المبادرات حول البستنة وصيد الأسماك نادرة جدا، وبالتالي من أجل الاستهلاك يتم استيراد جميع الفواكه والخضروات وحتى السمك تقريبا. الحمد لله البطحة دي عندها فائدة كبيرة، لكن أي شيء بيستورد لنا من خارج ده ما من صالحنا. نحن لابد نكون ناس شجيعين. المزارع هنا وادين قاب بزرع وكله فيه، لكن شيء آلات ما في آلات شغل البخادم فوقهم دول. الحكومة داير من الحكومة تساعدنا وسيلين آلات من شهر 6 برفع يوم 15 برفع يوم 14 بجوب المعاش عندنا فقوس درابة ستاب كريب. السكان في بساطتهم سعداء بوصول نهر البطحة، فهو بالنسبة لهم هوية وأصل. هذا ومن المحبذ أن تقوم الأقسام المعنية بالزراعة والبستنة بوضع خطط وتوفير الإمكانيات لصالح التجمعات المهنية من أجل تمكينها من استغلال رابح لمياه البطحة. وللإشارة، فإن ولاية البطحة تتخذ مسماها من اسم هذا النهر العريق.